تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة في عمليتين نوعيتين من توقيف 4 أشخاص يشكلون جماعة إجرامية تقوم ببيع المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، حيث بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم وضع خطة محكمة مكنت من حجز كمية من المادة الكوكايين قدر وزنها بقرابة 12 غرام وكمية من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بما يفوق 100 مليون سنتيم ودراجة نارية من نوع توارق رقم طراز ممسوح، كما تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية محلية الصنع قدرت ب 655 وحدة، أين تم إنجاز ملفين قضائيين ضد المشتبه فيهم على أن يتم تقديمهم أمام النيابة المحلية.